ونروح بقى نتابع دلوقتي اخبار النادي الاهلي وفرق المختلفه والانشطه كمان مع مراسلتنا هنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا هنا صباح الخير عليكي، بنصبح عليكي انا وكريم وكل جمهور دلوقتي 10 الصبح في الاهلي منتظر اخبار النادي منك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم يا نهواندو ويا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وهنقل لكم آخر أخبار الفرق الرياضية والأنشطة. لكن في البداية قبل ما أبدأ كلام عن أخبار الفرق الرياضية، حابة أقول لكم إن في حالة من النشاط داخل النادي، يعني الأعضاء متواجدين بالفعل بشكل كبير، يمكن طبعا بسبب التحسن في حالة الجو. البعض منهم بيمارس الرياضة في تراك هنا النادي، في رياضة المشي موجودين بشكل كبير. يعني كمان لكل الأعضاء اللي حابين ييجوا مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة، في سيولة مرورية جيدة سواء على كوبري 15 مايو أو كوبري قصر النيل، تقدروا تيجوا النادي تستمتعوا باليوم. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لأخبار الفرق الرياضية ونبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة طبعا الفريق هيكون عنده تدريب، تجمع اللاعبين هيكون الساعة 12 ظهرا وبداية المران هتكون الساعة 1 ظهرا، استعدادا لمباراة يوم الأربعاء أمام الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. يعني طبعا قبل المران هيكون في عمل مسحة طبية لجميع الفريق تطبيقا للبروتوكول اللي بينص عن عمل مسحة قبل انطلاق المباريات الرسمية. امس طبعا كان في تدريب للفريق، يعني يمكن ابرز ما كان في التدريب هو ان مستر بيتسو موسيماني كالمعتاد عمل جلسة للاعبين قبل انطلاق المران، يمكن حدثهم فيها عن بعض الامور الفنية وكمان غلق صفحة مباراة فيتا كلوب والتركيز في المباراة القادمة ومواجهة الإسماعيلي. كمان أبرز مكان في مران أمس هو مشاركة أكرم توفيق في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بألام في الأنكل. يعني يمكن كمان دكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق أعلن الحقيقة خلاص إن اللاعب أكرم توفيق أصبح جاهز للمشاركة مع الفريق، ويمكن بالفعل هو شارك أمس مع الفريق بشكل بصورة طبيعية جدا. كمان اللاعب الحقيقة صلاح محسن أيضا أصبح جاهز، يعني دكتور أبو عبلة كان أعلن بدأ وتعافى من الإصابة في العضلة الأمامية، وخلاص ثنائي الأهلي أكرم توفيق وكمان صلاح محسن أصبحوا جاهزين للمشاركة مع الفريق بشكل طبيعي. بنتمنى لهم التوفيق وكمان بنتمنى لكل الفريق التوفيق إن شاء الله يقدروا يفوزوا في مباراة الإسماعيلي. خلونا دلوقتي ننتقل لأخبار الفرق الرياضية والألعاب الأخرى ونبدأ بلعبة كرة الطائرة. سيدات كرة الطائرة عندهم النهاردة تدريب الساعة 6 مساء استعدادا للمباراة القادمة اللي هتكون يوم الجمعة القادم مع الزمالك. يعني يمكن طبعا مباريات الأهلي والزمالك بيكون ليها طابع خاص والفوز فيها بيكون ليه طعم خاص ومختلف. يعني حابة بس أفكر للمشاهدين إن آخر مواجهة بين الفريقين انتهت بفوز سيدات كرة اليد بالنادي سيدات كرة الطايرة عفوا بالنادي الأهلي بنتيجة 3-1. إن شاء الله أيضا يقدروا يحسموا مباراة يوم الجمعة للنادي الأهلي ويفوزوا بثلاث نقاط. خلونا ننتقل دلوقتي للعبة كرة اليد. سيدات كرة اليد أيضا عندهم مباراة غدا أمام فريق هوليليدو بنادي هوليليدو ضمن منافسات بطولة الحقيقة منطقة القاهرة. يعني النهاردة هيكون عندهم تدريب الساعة 5 مساء استعدادا لمباراة غدا، وخليني أقول إن سيدات كرة اليد عاملين موسم كبير، يعني لو بيحققوا كمان سلسلة من الانتصارات في مبارياتهم الأخيرة، يعني لو كلمنا عن آخر ثلاث مباريات قدروا يحققوا فوز على فريق سبورتنج بنتيجة 24-23، على فريق مدينة نصر بنتيجة 38-7، وآخر مواجهة كانت أمام أصحاب إجياد بنتيجة 44-11. إن شاء الله أيضا يقدروا يفوزوا غدا على هوليليدو ويستمروا ويواصلوا سلسلة انتصاراتهم في المباريات. كمان بنات كرة اليد مواليد 2002 قدروا أمس يفوزوا على نادي الجزيرة بنتيجة 35-13 ضمن منافسات الدور 16 من بطولة كاس مصر، وبكده بقى يقدروا يحجزوا مقعد في ربع نهائي البطولة، وإن شاء الله أيضا يقدروا يحسموا البطولة لصالحهم ويفوزوا ببطولة كاس مصر. أخيرا بقى خلونا ننتقل للعبة كرة السلة. سيدات كرة السلة النهاردة عندهم تدريب الساعة 6 مساء استعدادا لمباراة غدا اللي هتكون أمام فريق
أمام فريق الصيد، طبعا ضمن منافسات بطولة الدوري. يعني لو كلمنا عن آخر مباراة كانت أمام مصر للتأمين، الفريق ظهر فيها بصورة كبيرة جدا وبشكل جيد جدا، كان في سيطرة طوال المباراة، قدروا يحسموها لصالحهم بنتيجة 102-76. لو كلمنا عن أبرز اللاعبات اللي كانوا مميزين، الحقيقة كانت المحترفة الأمريكية كايلا وكمان لاعبة النادي الأهلي ثريا محمد. إن شاء الله أيضا في مباراة غدا يعملوا نفس الأداء ويقدروا ينهوا المباراة لصالحهم أمام فريق الصيد. كمان بنات كرة السلة الحقيقة عندهم تدريب النهاردة وفي فترة تركيز كبيرة جدا، يعني عندهم مباريات هامة في هذا الشهر، طبعا مرحلة قبل نهائي بطولة الجمهورية، يعني يمكن أول مباراة هتكون 16-3 أمام جزيرة الورد، بعد كده عندهم مواجهة مع البنك الأهلي يوم 17-3 وكمان أمام أسوان يوم 18-3 طبعا في صالة نادي الصيد. يعني طبعا نتمنى لهم كل التوفيق، إن شاء الله يقدروا يتأهلوا للمرحلة النهائية. خلونا بقى ننتقل لأخبار الأنشطة والأخبار الاجتماعية داخل النادي الأهلي. يعني لجنة الطفل بتعلن عن الحقيقة إقامة مهرجان تعريفي بالرياضة ألعاب القوى بالتعاون طبعا مع الإدارة العليا للجان والإدارة التنفيذية. يعني الايفنت هيكون يوم 19 مارس بفرع الشيخ زايد، هيكون فيه انشطه كتيره ومختلفه زي مسابقات حواجز رمي بالكور الطبيه والادوات البديله. طبعا العدد المسموح هو 100 طفل، هيكون مقسمين لثلاث مجموعات من سن 8 سنين حتى 13 سنه. يعني كل الاعضاء اللي حابين يشتركوا لابنائهم يا ريت يذهبوا لاداره العلاقات العامه ويسجلوا اسماء ابنائهم. اليوم هيكون مميز ومختلف. حابه كمان اقول لكل مشاهدينا وأعضاء النادي الأهلي إن اليوم ده بالفعل تم إقامته في فرع مدينة نصر وكمان هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، والحقيقة أنه حقق صدى كبير جدا بين الأعضاء، فياريت كل الأعضاء يتوجهوا لإدارة العلاقات العامة ويسجلوا أسماء أبنائهم. يعني دي كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية وكمان أخبار الأنشطة واللجان داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا ليك يا هنا، بنشكرك على هذه التغطية. شكرا.